السبت بعد الأربعاء هو عرض ثان. المنطقة الخضراء بعد عرض أول في البرلمان العراقي، اقتحام ورسالة، وصفهما زعيم التيار الصدري بجرة أذن للإطار التنسيقي الساعي إلى الانفراد بتشكيل حكومة. يصفها الصدر وغيره بحكومة تعطيل تنتحل صفة التوافق. الرسالة أو الهدف ليس في اقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان وإعلان الاعتصام المفتوح فحسب، بل برسم خريطة طريق سياسية تمر بكل الطرق باستثناء محمد الشيع السوداني. لكن الإعلان عن تأجيل جلسات البرلمان حتى إشعار آخر من شأنها تخفيف التصعيد أو أقله تأجيل الصدام. الصدر يراهن على الشارع المنفعل والمحتقن من الفساد والإقصاء، أما الإطار التنسيقي فاختار المواجهة في الشارع أيضا، لكن بانتظار ساعة الصفر المؤجلة إلى إشعار آخر. وصل العراق هذه المرة إلى انسداد سياسي مفتوح على كل الاحتمالات. 11 مبادرة طرحت في غضون أشهر لحل الأزمة لم تفضي إلى نتيجة، فهل تنفع البيانات الداعية اليوم إلى التهدئة والحوار وتغليب الحكمة لتشكيل الحكومة؟ مشاهدينا، نتابع معكم صور وصلتنا اليوم طوال اليوم من داخل البرلمان العراقي والاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري. وأعلن على إثره رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، ودعا الحلبوسي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين. وأيضاً يتواصل ويتوافد مناصرو التيار الصدري إلى مقر البرلمان بعد إعلانهم بدء اعتصام مفتوح بالمبنى. وفي المقابل المحى مؤيدون للإطار التنسيقي الموالي لإيران إلى انطلاق تظاهراتهم، لكن دون تأكيد ساعة انطلاقها. المحو بداية أنها ربما تنطلق غدا ليعلنوا قبل قليل عن تأجيلها. هذا الاعتصام المفتوح الذي أراده الصدر يأتي على خلفية ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد الشيع السوداني رئيسا للوزراء السوداني، الذي يتزعم حاليا تيار الفرتين وله عدد من النواب في البرلمان، لكنه كان في السابق قياديا بارزا في حزب الدعوة تنظيم العراق وفي ائتلاف دولة القانون. ترشيحه مرفوض من الصدر باعتبار أنه جزء من الإطار التنسيقي والذي يقوده المالكي والمتهم بالفساد.